مرحبا. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خيرا لكم. قالوا هذه الآية الكريمة تؤكد أن الصيام كفرض، الصيام هو ليس فرضا على المسلمين، وإنما هو مسألة تطوعية، بدليل وجود عبارة فمن تطوع خيرا فهو خير له. وقالوا أيضا أن الصيام ليس فرضا، وأنه مسألة اختيارية، فالمسلم على الخيار، ممكن يصوم وممكن ما يصوم، وأنه لو هو وأنه وأن الصيام مسألة ليس فرضا، بل هو مسألة اختيارية، بدليل وأن تصوموا خيرا لكم. حول هذه الآية العظيمة راح ندندن قليلا، لكن قبل ما ندندن عليها خلينا نشوف هيك هذا المقطع الصغير لبعض من الناس اللي بيقولوا هذه الفرضية. نشوف الفيديو ونرجع لكم. الصوم أنت مخيرة وأن تصوموا خير لكم، مخيرة بين الصوم والفدية. الفدية مكفرة، انتبهوا، الفدية مكفرة، الكفارة على الخطيئة. أنا إذا أخطأت بكفر عن خطيئة، بس الفدية هو شيء مقابل شيء. فدية، وعلى الذين يقومون وفدية طعام ومن تبرع خيرا فهو خير، وأن تصوموا خير لكم. هلا في فدية بدك، بس إذا صمت أحسن. عم يخيرك، لا تصوم، عم يخيرك في العام، تصوموا خير لكم في السفر. لا لا لا، إنه يترخص، لا، وعلى الذين يطيقونه، يعني لا مريض ولا مسافر يطيق. رأيك؟ طيب، قبل أن ندخل في الرد أو في شرح هذه الآية العظيمة، طبعا هي هذه الآية موجودة في سورة البقرة الآية 184، ولكن في آية أخرى شارحة لها اللي هي الآية 185. الآية الأولى اللي 184 اللي بتقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وأن تصوم فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوم خير لكم. هذه الآية 184. الآية اللي بعديها الآية 185 اللي تبدأ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية 185. قبل أن نشرح رأي أو ما يريده الله عز وجل بهذه الآية الآيتين العظيمتين، قبل الدخول في هذا الموضوع، في عندنا كلمتين كثير مهمات لازم نقف عليها، لأنه هذه أيضا مدخل فقبل ما نشرح بدنا ندخلها، بدنا نعرف بعض المصطلحات الموجودة حتى يكون شرحنا أكثر وضوح. الكلمة اللي راح نوقف عليه هي كلمة يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه هنا في هذه الآية وفق مراد الله عز وجل، يطيقونه ها يعني الذين لا يستطيعون عليه، الذين لا يطيقونه. هسه تقولون هذا فرقد المأمر قام يطلع لا لا، هذه من جيبته. لا، انا ما قاعد اطلع لا من جيبتي، بس هي اصلا موجوده في الكلمه، بس انتم مش شايفيها لانه القران الكريم محمول كصياغه لغويه، وهذه مساله لغويه ونحويه، وسر اعجاز القران الكريم هو في صياغته اللغويه. الان الرب عز وجل يقول وعلى الذين يطيقونه، ما قال وعلى الذين يطوقونه. اللي بالك شوف فرق كبير بين وعلى الذين يطيقونه بالياء وما بين وعلى الذين يطوقونه. يطوقونه وعلى الذين يطوقونه إذا جاءت بحرف الواو، يطوقون في حال لو جاءت بحرف الواو، يطوقونه كان على الذين يستطيعون عليه، يعني الناس الأصحاء اللي ما فيهم شيء. لكن الآية ما جاءت بصيغة وعلى الذين يطوقونه، بل جاءت على صيغة وعلى الذين يطيقونه.
يا بحرف الياء. وعلى الذين يطيقونه بحرف الياء، يطيقونه هذه يسموها في اللغة داخل عليها همزة التعدي، ها يطيق غير عن، يطيق غير عن طاقة. خلي بالك هاي همزة التعدي لما تدخل على الفعل أطعقة تقلب المعنى، تعكس دلالته بشكل كامل. يعني أطاقة لو ضربنا مثال على هذا كيف أن كلمة همزة التعدي تقلب المعنى بشكل كامل، يعني تعكس المعنى. إذا الفعل الثلاثي اللي هي طاقة، هذا ما تعني طاقة فرقد الأمر، طاقة فرقد الصيام، طاقة فرقد الجوع، يعني أنا عندي قدرة على الصيام، أنا عندي قدرة على الجوع، أنا أطيق هذا الشيء، أوكي؟ لكن لما تجي همزة التعدي وتدخل على الفعل طاقة وتصير أطاقة، لا، بيكون الصيام هو اللي أطاقني، بيكون الصيام هو اللي أعجزني، بيكون الجوع هو اللي أعجزني، هو اللي تمكن من عندي. يعني 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 طاقة فرقد من الفعل الثلاثي، طاقة اللي هي ما جت في القرآن، طاقة فرقد الصيام، أنا متمكن من الصيام، أنا مسيطر على الصيام، ها؟ فأنا صاحي والصيام تحت طوعي، أنا بقدر بصوم بشكل طبيعي. لكن دخول همزة التعدي أطاقة فرقد الصيام، شوف أطاقة فرقد الصيام معناتها الصيام، معناتها أنا صرت تحت وطأة الصيام، أنا صرت تحت سلطة الصيام، معناتها صرت تحت سلطة وتمكين الجوع، الجوع هو التمكن من عندي، فبالتالي ما قدرت أصوم، أوكي؟ ما قدرت أصوم، فأنا تحت صرت، يعني صار الصيام هو اللي متمكن من عندي، الجوع هو اللي يتمكن من عندي. شوف هذه همزة التعدي كيف تقلب المعنى؟ لو ضربنا مثال، وبالتالي كلمة هذه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني الذين لا يستطيعونها، لا يستطيعون الصيام، يعني الصيام هو من، الجوع هو من تمكن من عندهم، وتعني العاجزين عن الصيام، وهم يعني اللي هم كبار السن، هم العجزة، هم المرضى عندهم مرض مزمن، هم اللي يحتاجون ياخذ أدوية بشكل مستمر. هؤلاء الله عز وجل هم المعنيين في آية وعلى الذين يطيقونه، يعني الناس كبار السن، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذول كبار السن بما أنه كبير السن وما بيقدر يصوم، والصيام هو من أعجزه، اللي بالك مش هو قادر على الصيام، الجوع هو من أعجزه لكونه ما بيقدر يصوم كبير بالسن، فشو بيعمل؟ فدية، بيعطي فدية، وعلى الذين يطيقونه فدية، يدفع إيش؟ فدية. إيش الفدية؟ طعام مسكين، أوكي؟ طبعا الآية التكملة اللي هي مرتبطة فيها فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني اللي بده يصير كريم زيادة وبده يصير محسن زيادة، وبدل ما يطعم مسكين واحد يطعم مسكينين، هذا خير له. هيك معناها الآية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا، فمن تطوع خيرا فهو خير له، يعني الذي يتطوع ويدفع ويطعم بدل المسكين مسكينين، هذا خيرا إله، زيادة إله، الله عز وجل مش راح ينساها إله. ف لو ضربنا مثال آخر على كلمة يطيقونه اللي هي جت في آية قرآنية، وكلمة يعني يطيقونه ويطوقونه، وقلنا يطيق يطوق يعني يستطيع، ويطيق بالياء معناتها لا يستطيع. شوف مثلا كلمة القاسطين والمقسطين، المقسطين شوف كيف تدخل عليها، هي طبعا من فعل قسطة، لكن شوف كيف لما تدخل همزة التعدي على الفعل الرباعي كيف تقلب المعنى. شوف الله عز وجل لما يتكلم على المقسطين وصفهم وقال عليهم أن الله يحب المقسطين، شوف الآية ما أروحها، أن الله يحب المقسطين، يحبهم، أوكي؟ في حين في عندنا آية ثانية لأنه جاي من فعل الثلاثي قسطة، يقول لما يتكلم على في معرض سورة الجن يقول ومنا القاسطون، ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، يقول وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. شوف وأما القاسطون، القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. شوف هاي الآية القاسطون لجهنم حطبا، يفترض الله ما بيحبهم، بيكرههم، لذلك الله دخلهم جهنم. في حين الآية القبليها إن الله يحب المقسطين، أنت طبعا ظاهريا راح تقول
القاسطين هم ذاتهم المقسطين. إلى سيدي أنا آسف، هم مش يعني هذه بعلمك أنت بتقول إن هم ظاهرين نفس الشيء، القاسطين هم نفس المقسطين. كيف القاسطين هم نفسهم؟ كيف المقسطين هم نفسهم القاسطون؟ إذا المقسطين الله يحبهم، إن الله يحب المقسطين، في حين القاسطون الله ما بيحبهم ويخليهم الجهنم. إذن هم مش نفس الشيء. هذه لأنه مش نفس الشيء، لأن دخلت همزة التعدي فقلبت المعنى. أوكي. وكذلك في عندنا أمثلة كثيرة، مثل شرب وأشرب، مثل أسيمثال شرب فرقد الماء، أنا أشرب الماء لكن أشرب فرقد، لا أنا ما شربته، وجاء واحد آخر هو اللي شربني غصبا عليه رغما عن أنفي. أو مثلا غرق فرقد، شوف غرق فرقد، أنا يعني غرق، لكن أغرق فرقد، شوف كلمة همزة التعدي هاي، أغرق معناتها أما إذا شخص أغرقني أو بسبب حالة معينة، الغرق هو اللي أغرقني، يعني بسبب وجود الماء هو اللي أغرقني طبعا. قد فبالتالي غرق من الفعل الثلاثي غير عن أغرق أو أغرق فرقد، لأنه همزة التعدي هذه شوف تعكس المعنى بشكل كامل، تعكس المعنى بشكل كامل وتغير الدلالة، تقلب المعنى، تعكس الدلالة، تعكس المعنى بشكل كبير جدا. وكذلك مثلا طعم وأطعم، شوف مثلا طعم فرقد غير عن أطعم فرقد، أو مثلا ذاق فرقد غير عن أذاق فرقد. مثلا أنا بدي ذاق فرقد الليمونة، أنا ذقتها الليمونة طيب، لكن لما نقول أذاق أو أذيق فرقد الليمونة، معناته جاء واحد جاب الليمونة وعصرها في فمي طيب. فبالتالي شوف المعنى كيف، شوف همزة التعدي هاي لما تدخل كيف تقلب المعنى، يعني بدل ما أنا أذوق الليمون يجي واحد يذوقنيها رغما عن أنفي. كذلك أو مثلا ذهب وأذهب، شوف ذهب فرقد على سبيل المثال غير عن أذهب فرقد، أذهب فرقد يعني جاء واحد سحني شحطني رغما عن أنفي. أوكي. فبالتالي أو مثلا خوف وأخاف، شوف خاف فرقد غير عن أخاف فرقد، أخاف عليا فرقد، يعني جاء واحد هو اللي أخافني، أو يعني فعل الخوف بدل ما يكون أنا من جواتي خاف فرقد، هذا فعل الخوف من جواتي أنا موجود، لكن أخاف عليا فرقد أو أخيف فرقد معناته الخوف هو اللي إجا سيطر علي، هو اللي تحكم فيه، هو اللي أخذني. فكذلك كلمة يطيقونه، وجدت في الآية بحرف الياء يطيقون، وعلى الذين يطيقونه يعني على الذين لم يتمكنوا من صيامه فدية طعام مسكين. أوكي. لأنه من فعل جاء من فعل الرباعي، مثل أخافة. أوكي. لأن تقلب المعنى، هذه تقلب المعنى بشكل كامل وتأخذ على شكل معاكس. طيب الآن وعدنا كلمة ثانية، هذه كلمة يطيقون وقفنا عليها، عدنا كلمة ثانية اللي هي كلمة أيام معدودات، وعلى أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات. شوف خلي بالك ما قال أياما معدودة، ما قال معدودة، قال معدودات، وفي فرق كبير بين معدودة ومعدودات. معدودة معدودات الجد في الآية بالقرآن الكريم أياما معدودات، معدودات يعني محددة بوقت محدد، محددة بزمن محدد، مثلا نقول محددة 5 أيام أو محددة 3 أيام، أقدر أحددها يعني في رقم حاطين فيها، لكن أيام المعدودة لا، أيام بس ما بعرف قديش، يوم يومين ثلاثة ما بعرف قديش. أوكي. فمعدودة معناتها مش محددة برقم محدد، ومعدودات يعني محددة. يمكن أضرف أو أحلى مثال على هذا، شوف مثلا لما ذكرت في قضية يوسف، قال وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، مش معدودات، معدودة لأنه قبل كانت الفلوس أو الدراهم بالحفنة هيك، بالحفنة بالكيلة، يعني أعطوه حفنة من الدراهم بس ما محسوبة قديش، 100 درهم 50 درهم مش معروفة، لأن لذلك جاءت كلمة معدودة مش معدودات. يمكن أروع مثال على هذا اللي هي قضية خرافة الخروج من جهنم، وقالوا أنت مثلا النار إلا أياما معدودات، جت مرة هكذا، ومرة جت في صيغة أخرى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. شوف وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، هاي لما قالوها اليهود، لأن هم أول من اخترع فكرة الخروج من جهنم، هم قالوا وجاء معهم كلمة معدودة. معدودة هنا يعني يعني مش معلومة قديش، يعني هم يدخلون إلى جهنم لكن مش معروف قديش كم يوم ويطلعوا، يعني هم ما حددوا وقت في نوع الله، لأنه يحبهم فيدخلهم جهنم
كم يوم ويطلعهم الله عز وجل باعتبارهم على راسهم ريشة زايدة. فبالتالي لكن ما قالوا، ما حددوا قديش، يوم يومين ما قالوا. لكن المسلمين اللي قالوا هاي العبارة، طبعا في آية أخرى ذكرت مع المسلمين وقالوا لن تمسنا الأيام معدودات، شوف كلمة معدودات قالوها المسلمين. معدودات هذه يعني محددة بوقت محدد، يعني المسلمين قالوا إحنا صح ندخل جهنم بس 3-4 أيام ونطلع، هيك حددوا. قالوا 70 خريف ونطلع، حددوا. يعني اليهود ما سووها على بشاعتهم والمسلمين سووها. فبالتالي معدودات يعني محددة بوقت محدد معلوم واضح، 3 أيام 4 أيام أسبوع، ومعدودة غير معلومة غير محددة بوقت محدد. هذين الكلمتين وقفنا عليها. الآن نبلش الرد، معلش الآن نبلش الرد على الأستاذ أو هذا الرأي اللي بيقول أنه فمن تطوع فهو خير له وأن تصموا خير لكم، اللي قالوا أن الصيام ليس فرضا وإنما هو مسألة تطوعية وعلى الخيار، كيفك أنت تريد الصوم تريد ما تصوم. الآن واضح جدا أنه الشباب الطيبة أو القائلين بهذا الرأي ولهم كل الاحترام كأشخاص نحترمهم، لكن كرأي قابل للأخذ والعطاء. الآية اللي 184 اللي قلنا يا ليت أن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات والذين يطيقون فدية طعام مسكين، هاي الآية 184 لغاية شهر رمضان، شهر رمضان يقولون الآية 185، هاي الآية الأولى 184 هاي الآية تتكلم عن الصيام بمفهومه العام، تتكلم عن صيام الكفارات، لا تتكلم عن الصيام كفرض، لأن يعني الصيام كفرض طبعا هذه نقطة كثير مهمة، هذا المدخل كثير مهم، إذا ما ندخل من هذا ونفرق بين الآية 184 اللي تتكلم عن الصيام في مفهومه العام وما بين الآية 185 اللي تتكلم عن فرض الصيام اللي يبدأ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذه الآية 185 هي اللي تتكلم على شهر رمضان. أما الآية اللي قبلها هذه ما تتكلم عن شهر رمضان إطلاقا، بل تتكلم عن الصيام بصفاته العامة، بصفاته العامة تتكلم عن صيام الكفارات. وبالتالي الشباب اللي يقولون بهذا الرأي اللي قالوا أن الصيام هو ليس فرضا أو أنه مسألة اختيارية، هم لم يدركوا، هم ما أدركوا أنه الآية 184 اللي تتكلم فيها على صيام الكفارات ولا صيام بمفهومه العام وما بين الآية 185 اللي تتكلم على فرض الصيام، هم خلطوا الأحكام المتعلقة بصيام الكفارات وأنزلوها على الأحكام اللي على فرض الصيام، وهذا الخلط صار عندهم هو اللي سوى عندهم هذا اللبس. بمعنى الآية 184 اللي قلنا فيها صيام الكفارات، الله عز وجل شو بده يقول في هاي الآيات؟ إنه مثلا الإنسان أو المسلم يذنب ذنب، قد مثلا يحلف كذب، الإنسان لما يحلف كذب، لما الله يقول في القرآن الكريم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن بما تعمدت قلوبكم، لكن إذا واحد حلف كذب شو يسوي؟ قال في 3 خيارات، يطعم 10 مساكين أو يعتق رقبة أو يصوم 3 أيام. أوكي؟ هاي الكف، شوف كلمة يصوم، هذه صيام الكفارات اللي احنا بدنا نقول عليها، هذا هو صيام الكفارات اللي الله عز وجل يكفر فيه عن ذنبه. أو مثلا شخص يظاهر من نسائه، ها اللي يظاهر من نسائها ويقول زوجتي أنت عليك ظهر أمي، حتى الله يكفر عن هذا الذنب، ويكفر عن هذا الذنب، عن هذا الذنب شو بده يسوي؟ بده يصوم 2 شهر متتابعين أو يصوم، شوف يصوم 2 شهر متتابعين هذه الصيام كفارة عن الذنب، أو يعتق رقبة أو غيره. أو مثلا الذي يقتل مؤمن غلط يعتق رقبة أو يطعم 10 كذا أو يصوم 2 أيضا متتابعين. أو مثلا في الحج إذا واحد يحلق مثلا قبل الحج وقبل موعد فيقول فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، شوف ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول فمن لم يجد في الحج فثلاثة في الحج و7 إذا رجعتم، يعني هذه الكفارات، هذه الكفارات صيام الكفارات هي اللي تتحدث عليها الآية الأولى اللي هي تبدأ يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، هاي الآية لا تتحدث عن صيام الفرض، لذلك لا تتحدث عن صيام الفرض. بمعنى وهذا مكمن الخطأ أو مكمن المشكلة اللي صارت. فبالتالي هذه الآية تتكلم على صيام الكفارات، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، وبعدين شو يسوي بعدين ربنا عز وجل؟
يخلي صنفين يعني بهذه الآية 184 يخلي صنفين من الناس في داخل هذه الآية. صنف اللي هم العجزة وكبار السن اللي هم مذكورين في الآية اللي هم مذكورين في الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع أخيرا فهو خير له. اللي هنا أنا هذا الصنف العجزة الكبار السن. وخلى صنف ثاني اللي هو صنف الناس المسلم الصاحي المسلم السليم اللي هو لا هو كبير بالعمر ولا كبير بالشيء، اللي هو صنف المسلم العاقل البالغ القادر على الصيام. فالله عز وجل بده يقول انه هذول الصنفين هذول الصنفين هم من المشمولين في هاي الآية القرآنية اللي تقول عليها يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فبالتالي الصاحي الإنسان المسلم اللي يعمل ذنب ويرتكب خطيئة وبده يكفر عن ذنب معين، قتل خطأ أو حلف كذب أو ظاهر من نسائه، ولازم يصوم صيام الكفارات، الله عز وجل يقول له أنه هنا هذا حكمك أنه أنت الأفضل إليك أنه تصوم. أفضل لك أنه تصوم خير ما أنه أنت تطعم 10 مساكين أو صدقة أو نسك. وعلى فكرة شوفوا صيغة الغائب وصيغة المخاطب كيف تتغير وتنقلب. يعني بمعنى يعني شفتوا هذه شوف مثلا الآية اللي تبدأ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فمن كان منكم مريضا أو على سفر. شوف فمن كان منكم هاي صيغة مخاطب، هاي أنتم. فمن كان منكم أنتم، فمن كان مريضا أنتم، أو فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني هذا المسلم الصاحي اللي ارتكب خطيئة ذنب حلف كذب، فاللي اللي اللي كان مسافر أو كذا أو مريض عدة من أيام أخرى. وهذول هم اللي الله عز وجل يقول لهم في آخر الآية اللي يقول لهم وأن تصوموا خير لكم. شوف عبارة وأن تصوموا خير لكم اللي هي في آخر الآية وأن تصوموا خير لكم لعلكم تعلمون، هي لأن هناك صيغة مخاطب وأن تصوموا أنتم بتصومون خير لكم، هي نفسها مع صيغة المخاطب اللي هي فمن كان منكم مريضا أو على سفر. اثنين هي صيغة مخاطب أنتم وأنتم. فهذه عبارة وأن تصوموا خير لكم الله عز وجل تتكلم عن الناس الأصحاء، فمن كان منكم مريضا أو على سفر اللي يذنب الذنب قتل غلط أو ارتكب معصية وإذا يكفر عن ذنب، فالله يقول له إذا تصوم أفضل إليك من أنه تتصدق أو تطعم مسكين أو تعتق رقبة. يعني بعتبار ذكي فيها تكلفة مادية، هاي يدوب رأس مالها تصوم، فأفضل لكم أنه تصوموا هيك. فعبارة هذه وإن تصوموا خير لكم مش عائدة على عبارة مش عائدة على أحكام الكبار السن والعجزة اللي هي تبدأ على الذين يطلقونهم فدية طعام مسكين. ليش مش عائدة؟ لسببين. السبب الأول أنه كبير السن مش راح يقدر يصوم، يعني كبير السن هو مش راح يقدر يصوم أبدا، يعني هو خلاص وصل لمرحلة عمرية مش راح يرجع بعد لورا ويرجع شباب ويصوم، لا. فهو ما عنده هذه مسألة الخيار وأن تصوموا خير لكم، ما عنده، لأن هو طول عمر راح يظل هيك عاجز، هو وصل عتية من العمر وصل العمر كبير فراح يظل عاجز، فبالتالي ما راح يقدر، ما عنده هذه انه خيار في ان يصوم وما يصوم، يعني ما عنده، هو يعني هو مش موجود تحت سلطة او تحت معنى الآية وان تصوموا خير لكم، لانه هو ما يقدر يصوم اصلا، كيف وان تصوموا خير لكم؟ لانه كبير بالسن. فبالتالي وعلى الذين يطلقون فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. هذه إذا أنت تدفع بدل ما تطعم مسكين واحد أو تطعم مسكين، يعني هذا خير لك، هذه على العجائز. لكن وأن تصوموا خير لكم مش عائدة على العجائز وكبار السن، خلي بالكم هاي عائدة لوين؟ لفوق، على الناس الأصحاء اللي ارتكب خطأ وارتكب ذنب بده يكفر عن ذنبه وعنده هذه يعتق رقبة أو صدقة أو نسك أو يصوم. الله يقول له الأفضل إليك أنه تصوم. فبالتالي هذه عبارة وأن تصوموا خير لكم عائدة على صيام الكفارات، على المسلم يرتكب الذنب وبده يصوم، الله يقول له الأفضل إليك بدل ما تعتق رقبة أو تطعم مسكين تصوم. مش عائدة على فرضية الصيام، مش عائدة هذه عبارة وأن تصوموا خير لكم ما لها علاقة بالصيام أبدا، لا من قريب ولا من بعيد.
هذه لأنه الآية بعدها مباشرة اللي تقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان، هي اللي تتكلم على فرضية الصيام، على الصيام كفرض. أما وأن تصوموا خير لكم، ما شو العلاقة هذه وأن تصوموا، هذه وأن تصوموا خير لكم لعلكم تعلمون، هذه آية فوق، آية 184، في حين ما لها علاقة بالصيام كفرض، في حين الآية اللي شهر رمضان الذي أنزل في القرآن الآية اللي بعديها، فبالتالي ما في علاقة، ما في ربط بين وأن تصوموا خير لكم وبين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كفرض، ما له علاقة. هذه وأن تصوموا خير لكم عائدة على صيام الكفارات، على صيام الكفارات اللي مسلم يسلم ذنب، فالله يقول له بدل ما أنت تدفع صدقة أو نسك أو كذا صوم، أفضل لك تصوم هيك، ما له علاقة بصيام. بالتالي هذه عبارة وأن تصوموا خير لكم ما لها علاقة بالصيام، لا من قريب ولا من بعيد. بعدين يعني ظريف، يعني لو كان الصيام، هما شو قالوا؟ قالوا هذه وعلى الذين يطيقونه فدية الطعام مسكين، هكذا قالوا وعلى الذين يطيقونه، يعني ناس الأصحاء، أوكي، يعني المسلم الصاحي، يعني هذه العبارة أسقطوها على صيام الفرض، مو هي هاي العبارة وأن تصوموا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أسقطوها على الناس العاديين، يعني هم فسروا كلمة يطيقونه اللي يستطيع، يعني هي قلنا لا يستطيع، فهم شو؟ فقلنا لو أخذنا بمقدماتكم إنه اللي يستطيع يدفع فدية يطعم مسكين، هنا أنا شوف شو راح يصير نتيجة هذه المقدمة الخاطئة. نتيجة هاي المقدمة راح يكون إنه الله عز وجل يحابي، راح يميز بين الغني والفقير، لأنه الغني يعني الغني لما يجي رمضان وهو صاحي ما عنده شيء، لا كبر بالسن وما في شيء، ولا أنا حالي حالكم صاحي، كويس احنا صاحيين. الغني هذا وفق تفسيرهم هم يجي راس مال يطعم مسكين، طبعا هو غني يعني يطعم مسكين، مسكين مش فارقه معه شيء، وبالتالي هو يحط هيك رجل على رجل، اوكي، ويروح يشرب وياكل ويعمل السبعه وذمتها، اوكي، لانه هو غني ويدفع فلوس. اما الغني مسكين ماكل هوا، فبالتالي بهاي الطريقة راح تكون في طبقية، في حين الصيام هو يفترض يكون على الغني والفقير. لاحظتوا كيف النتائج مقدماتهم كيف تكون، يعني قطعا حتى في العدل الإلهي، حتى قطعا حتى في العدل الرباني، أوكي، لأنه مفسر يطيقونها اللي يستطيع، طيب، فبالتالي راح تكون طبقية في هذا. إذا وعلى فكرة حتى الأستاذ لما ذكر أنه قال أنه في فرق بين الفدية والكفارة، على أساس أنه يدي فرق بين الفدية والكفارة، قلنا طيب ماشي سيدي، أنت تقول هنا أنا الآية بتقول وعلى الذين يطقونه فدية، يعني هاي كفارة على أساس مش فدية، في حين شوف الآية، شوف كلمة فدية مع الموجودة فيها الذين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والآية الثانية اللي بتقول تتكلم على الحج اللي يحلق اللي يحلق غير موعد خلاص، بيقول له ففدية من صيام، شوف فدية من صيام، ها فدية من صيام أو صدقة أو نسك، هنا سمى الصيام فدية، شوف ليش؟ لأنه كفارة، لأنه هو فدية وهو كفارة معي، فبالتالي فدية من صيام هي نفسها اللي مذكورة في الآية اللي هي وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، اوكي، يعني الناس دول كبار السن اللي بده يتطوع، اللي بده بدل ما يطعم مسكين مسكينين هذا خير له، لانه هنا صيغه غائب وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه صيغه غائب مش مخاطب، وكذلك الايه مرتبطه فيها، الكلمه مرتبطه فيه اللي هي فمن تطوع خيرا فهو خير له، ايضا صيغه غائب، فهنا صيغه غائب وهنا صيغه غائب، فمعناتها العبارتين على موضوع واحد، في حين الآية اللي آية وأن تصوموا خيرا وأن تصوموا خير لكم، هذا تتكلم على الناس المسلمين اللي ارتكبوا أخطاء، حلف خطأ، قتل خطأ، قال ظاهر من نسائه، هذا الله يقول الله عز وجل أنه أنت عندك الأفضل إليك أنه تصوم بدل الصدقة أو النسك أو بدل عتق رقبة أو غيرها، فبالتالي هاي الآية
وهذه الآية اللي تتكلم على وأن تصوموا خير لكم ما لها علاقة بفرض الصيام إطلاقا، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما تتكلم على فوق اللي على صيام الكفارات. بس خلصنا وأوقات سعيدة.